احنا قلنا لهم من اول شيء ايش تسوي بعد اشتغل اشتغلوا قال يوختم ابو هلا راسند اولان بروبلم لا سوت فلان تشس بلا فايز تشكندرزات شيخ قد يمكن مساله ان هذا اول مالده موقعيمز نتر الا مالي كازمون ده سؤال وارد بعض اشتغلوا سؤال وارد دم شيخ نشتغل بالعلم مشنار وقتان برجن اينا مالي قاردشتر علمنا مشغول مالي تسمع دائما لكبار العلماء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا هم شبهي عالم نارق راس هم بيو عالم الشيخ بن باز ابن سيمين بن باز الشيخ الفوزان حفظه الله يعني الان لو مرضت تذهب لاي طبيب يا خاستلمسن بودي غسندي oldu kadar hastalandı her hekimin yanına gidersen mi yoksa لا تبحث عن احسن وافضل طبيب وتسال عنها ايضا en yaxşı hekimin yanına gidersen en belə üstün hekimin yanına gidersen hastalananda hələ onu da soruşursan ki nə tər həkim